عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للزميل عبد العزيز بن سالم العطوي. بسم الله وعلى بركة الله. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، تستمر منافسات هذا المساء لسن الثنايا في تحديات على أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي، ضمن فعاليات هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث يسير مشاهدينا الكرام وينطلق سابع الأشواط المسائية. شوط خاص بالثنايا البكار، وجائزة هذا الشوط عبارة عن سيارة تويوتا لاند كروزر ستيشن جي اكس ار. مع تحديات ومنافسات هذا الشوط الخاص بالبكار مدار 8 كيلومتر والتحديات المثيرة تحمل هنا مع سن الثنايا كل الإثارة والإبداع. نسير مشاهدينا الأعزاء لنتابع مجريات هذا الشوط ونتابع أمور الصدارة ومقدمة الشوط. هذه أدب على مقدمة الشوط من هجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، من يقدم لنا أدب على مقدمة هذا الشوط. وعلى المركز الأول تلتها في ثاني المراكز من الجانب اليمين، نتابع التقدم في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، أو تابع الانطلاق والاندفاع من الوارية التي تتقدم في هذه اللحظة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم العرطي الحميري، في متابعة انطلاقة الوارية التي غيرت وانتقلت نقلة جميلة إلى مقدمة الشوط. ناخذ المركز الثالث وشعار هجن العاصفة هناك متواجد منطلق من خلال هذه الاندفاع الجميلة مع ثالث المراكز، وتغير في هذه اللحظات وتابع الاندفاع وتابع التواجد من قبل أبعاد من أو هذه حضور من هجن العاصفة. غياث الهلالي اقتحمت مباشرة إلى الصدارة وإلى مركز القمة، ومن هناك نتابع شعار هجن العاصفة متواجد منطلق من خلال هذا الأداء الجميل، مندفع مع هذا الحضور المميز من خلال تقدم أبعاد من هجن العاصفة وغياث الهلالي. في المركز الخامس شواهين تتقدم بشعار هجن الرياسة بمتابعة الظافر علي بن يميل الوهيبي. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل للمراكز الخمسة المتقدمة والمندفعة في قمة هذا الشوط. كما ننوه على الفائزين بأشواط رموز هذا المساء بأن التتويج سيكون بعد نهاية الأشواط في مكاتب اللجنة، فعلى الفائزين التوجه إلى استلام الرموز والتكريم مع في مكاتب اللجنة. كما أيضا تنوه اللجنة المنظمة لسباقات الهجن بأنه سوف يتم تتويج السادة الفائزين بأشواط رموز سن الحقائق وسن اللقايا وسن الإجذاع للأشواط العامة في يوم الغد الاثنين بتاريخ 28/3/2022 بالفترة المسائية بعد نهاية أشواط المساء. فعلى الفائزين التواجد والحضور لاستلام الرموز والتتويج في مكاتب اللجنة في نهاية الثمانية كيلومتر. إذا مشاهدينا الأعزاء، هذا هو التنويه الذي وردنا من اللجنة، مشكورة. إذا مشاهدينا الأعزاء نتابع مجريات هذا الشوط ونعود مباشرة إلى المقدمة وإلى الصدارة لنتابع البداية. نتابع المقدمة حيث تواجد من حضور على مقدمة الشوط هجن العاصفة، من تقدم لنا هذا الاندفاع الجميل، من تقدم لنا حضور الحاضرة مع شعار هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي، من يقدم هذا الانطلاق ويقدم حضور على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول. بينما في ثاني المراكز الوارية تنطلق هنا وتحضر بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم العرض الحميري، يقدم الانطلاق من الوارية اللي خذت المركز الثاني في هذه اللحظات. بينما على ثالث المراكز فهذه أدب متواجدة بشعار هجن الشحانية
بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يقدم لنا أدب في منافسات هذا الشوط. وفي المركز الرابع هذه مراسيل من هجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فران المري من يقدم مراسيل على المركز الرابع. وفي المركز الخامس شعار هجن العاصفة مع أبعاد منطلق هنا في هذا الأداء. وهذه أبعاد تحضر بشعار هجن العاصفة موقعها على المركز الخامس. غياث الهلالي في المتابعة وفي التضمير. هذه خماسية المقدمة، هذه الأسماء التي تنطلق مع البداية الأولى. 4 كيلومتر من عمر هذا الشوط انتهت، وهذه 4 كيلومترات التي تسير معها إثارة ومنافسة، تحدي وانطلاق، حضور مميز لهذه المؤسسات في هذا المساء. مشهد جميل بتواجد هذه الشعارات المنطلقة، هذه الشعارات العملاقة الحاضرة في هذه الأمسية الكبيرة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. مشهد ولا أجمل في هذه اللحظات، وهذا هو شعار هجن العاصفة يتقدم من خلال تقدم حضور غياث الهلالي. يقدم الانطلاق، يقدم حضور على مقدمة الشوط. في هذه اللحظة تسير بالمركز الأول، تحضر بالاندفاع وبالانطلاق الجميل بمعية حضور من الجانب اليمين. أبعاد متواجدة من هجن العاصفة، وغياث الهلالي يقدم لنا حضور وأبعاد على خط البداية. ولكن بدأت الأسماء بالتقدم في هذه اللحظة. شوف الشعار الأدعم الحاضر والمتألق في هذا المساء يحضر هنا من خلال التقدم من الماجدة القادمة بشعار هجن الشحانية. وبمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري بدأ يقدم الماجدة في منافسات هذا الشوط، وموقعها على المركز الثاني في ثالث المراكز الوارية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرض الحميري. في المتابعة في التضمير. وفي المركز الرابع وتابع الانطلاق هنا تقدم من مراسيل من هجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فران المري من يقدم لنا مراسيل في هذا الأداء الفنان. وفي المركز الخامس تابع من عمق الميدان أرصد التواجد من شعار هجن الشحانية الواصل في هذه اللحظات، والذي بدأ ينضم من خلال هذا الوصول ومن خلال هذا التقدم لعولمة القادمة بشعار هجن الشحانية بقيادة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل اللي قدم لنا عولمة في هذه الانطلاقة. ما شاء الله وصلت الأسماء في هذه اللحظات، وصلت أسماء والشعارات بدأت تنطلق هنا بأداء جميل بتحدي مميز باندفاع ولا أروع هنا في هذا المسار الجميل. تويوتا لاند كروزر ستيشن جي اكس ار جائزة هذا الشوط، ولكن العودة إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى البداية لنتابع أمور الصدارة. هذا هو شعار هجن العاصفة، من يتقدم ويتصدر مع أبعاد على مقدمة هذا الشوط. إذن هذه أبعاد مشاهدين الكرام من هجن العاصفة. غياث الهلالي من يتابع انطلاقة أبعاد على مقدمة الشوط. في المركز الثاني التواجد من حضور من هجن العاصفة، وغياث الهلالي يقدم لنا هذا الشعار الملكي على الصدارة على المقدمة. بينما في ثالث المراكز هذه عولمة القادمة هنا بالأداء الكبير من هجن الشحانية تتقدم في هذه اللحظات بمتابعة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل من يقدم انطلاقة عولمة على المركز الثالث. المركز الرابع يا سلام يا الماجدة من هجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فران المري. وصلت في هذه اللحظات في هدى هجن العاصفة، بدأت تقدم لنا تحديات أخرى من خلال وصول في هدى على المركز الخامس غياث الهلالي. في المتابعة في التضمير، ولكن سلهودة بدأت هي الأخرى تتحرك هناك بشعار هجن العاصفة من الجانب الأيمن. وصلت وتقدمت في هذه اللحظات، وغياث الهلالي في المتابعة في التضمير. الله الله الله، إلى أين ناموس هذا الشوط؟ هذه المنافسة الحاضرة والحامية بين هذه الشعارات الكبيرة في هذا المسار، في هذا التحدي، في هذا المساء الجميل لسن الثنايا، لسن الثنايا في أغلى المهرجانات 1500
500 متر عن خط النهاية. وهذه هجن العاصفة مع أبعاد على مقدمة الشوط على المركز الأول، تتقدم حتى هذه اللحظة غياث الهلالي من يقدم لنا أبعاد على مقدمة الشوط، ولكن سلهود من الجانب اليمين بدأت تستلم زمام الأمور، تتقدم بشعار هجن العاصفة. غياث الهلالي بدأ يعزز الموقف من خلال تقدم سلهود على المركز الأول في هذه اللحظات، وثالث المراكز حضور من هجن العاصفة. غياث الهلالي في المركز الرابع، وتابع عولمة من هجن الشحانية بقيادة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل، ولكن شوف فهد القادمة بشعار هجن العاصفة غياث الهلالي، والشعار اللي ادعم ولعها مع الماجدة من هجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري. أجواء الكيلومتر الأخير، الله 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 الله، سداسية المقدمة تحمل كل الإثارة في اللحظات الأخيرة مع الحزام الأخضر، وهذا هو شعار هجن العاصفة يتقدم من خلال تقدم أبعاد على الصدارة، أبعاد على المقدمة. هجن الشحانية قادمة مع الماجدة، الماجدة الماجدة الماجدة، هجن الشحانية الشعار اللي ادعم جابر بن سالم بن فران الشبل، يتابع الموقف، يقدم الماجدة في هذا الشوط، يقدم الماجدة مع هذا العرض المثير، مع هذا العرض الكبير في اللحظات الأخيرة، في اللحظات المثيرة. الماجدة الماجدة الماجدة، الشعار اللي ادعم شعار هجن الشحانية يطير هنا بناموس الشوط مع الماجدة الماجدة الماجدة. سلام على هذا الأداء الكبير، سلام 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 إلى مؤسسة هجن الشحانية وإلى الشبل جابر بن سالم بن فران المري. تهانينا لهجن الشحانية، سلام يا الماجدة سلام، الفوز والانتصار هنا مع هذا العرض المميز والكبير. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني من وصلت ندى من هجن العاصفة مع غياث الهلالي، وثالث المراكز كان من نصيب أبعاد من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. والمركز الرابع، المركز الرابع الظبي من هجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وخامس المراكز كان من نصيب فهد من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، ولكن الماجدة كانت البطلة، كانت الحاضرة على الموعد في هذا المساء الجميل في منافسات سابع الأشواط، قاطع مسافة 8 كيلو متر في فترة زمنية مقدارها 12 دقيقة 43 ثانية 97 جزء من الثانية. تهانينا الهجن الشحانية، تهانينا لأمضمر الماجدة الشبل جابر بن سالم بن فران المري. هذا الفوز والانتصار. بينما ندى من وصلت ثانيا بشعار هجن العاصفة في 12 دقيقة 45 ثانية 41 جزء من الثانية. تهانينا الهجن العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي. بينما ثالث المراكز كان الوصول من أبعاد من هجن العاصفة في 12 دقيقة 45 ثانية 57 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي. مشاهدي